كل واحد قال ان هو عايز الدستور يقعد. اوكي انا هحترمكم، كل واحد ليه رأيه طبعا، ولازم كلنا نحترم رأي بعض. بس المشكلة ان الاخوان المسلمين، وكتير طبعا هستلم تعليقات غريبة جدا على اللي بقوله، بس انا هقول رأيي، ان الاخوان المسلمين حولوها حرب ديني، ودي خالص كانت مش حرب ديني خالص. الناس you guys deserve a new constitution. اوكي انا قلت ان كان في لازم constitution جديد تيجي تناسب الثورة اللي حصلت في مصر. وبعدين الدستور اللي الموجودة قديم قوي، كتير منكم قلتوا yes 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 من غير ما تفكروا اصلا. اوكي be open minded a little. بس للأسف you weren't. I'm not gonna tell you what to vote. That's your decision. You guys already voted yes. This is a video of the ones that voted yes. بس it's so sad. عشان ما فتحتوش عيونكو تشوفوا what this is really about. You just thought, okay, this person's gonna feed me this information when حامل اللي أنا عايزاه. I'm just gonna vote yes because this is about my religion. Wake up, it's not about religion at all. Anyway, أتمنى لكم إن next time ربنا يديلكم your own mind, because you do have a mind to think with, okay? Thank you.